السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم مرة أخرى بروفيسور دريس العماري، عضو الاتحاد العالمي للكاجو كينفو وممثله بالمملكة المغربية الشريفة، وعضو الاتحاد العالمي للتايكوانجوتسو. اليوم جيت نتكلم على الامتحانات المجانية للأحزمة السوداء اللي كتمنحهم الجامعة الملكية المغربية للكاجو كينفو والأساليب المشابهة. بصفتنا كمديرا تقنيا لهذه الهيئة الرياضية المعترف بها من طرف السلطات المحلية، كنوجه رسالتي صريحة لبعض الجامعات اللي كتترامى على هذه الرياضة اللي ما عندها تمثيلية في الاتحاد العالمي، واحد. ثانيا اللي كتحسب واحد المبالغ مالية خيالية للممارسين، أقول لهم اتقوا الله في هذه الممارسين، وهذاك الشيء اللي كديروا في الخفاء راه ما يزيدنا الا قوه. والناس اللي بغوا يدوزوا الباساج كراد ما عليهم الا يوجدوا الملف ديالهم القانوني ديال الجمعيه ديالهم وحسن السيره والشواهد المحصل عليها سابقا. كما نعلمكم ان الشواهد، جميع الشواهد الديجيتال اللي كانت منحت من بعض الهيئات التابعه لرياضه الكاجو كينفو، نحن ما كنعترفوش بها. لذا اللي بغى يتواصل معنا، الرقم الهاتف ديالنا هو 0671-95-53-74، واللي حد من هذه الهيئات، لان كنسمع بعض هذه الهيئات اللي كيعطوا هذه الشواهد مقابل مبالغ ماليه، يطعن في هذا الهضره، نقول انا على اتم الاستعداد لاجراء مناظره معه او غيره، لان كيف يعقل ان الشهاده كتطبعها في المطبعة بخمسة دراهم وكتبيعها لعباد الله بواحد المبلغ مالي خيالي، وكتبغوا تشرعنوا هذه المسائل في إطار هيئات يتم تأسيسها. ونقول للناس ديال رياضة الكاجو كينفو اللي مشاو للاتحاد العالمي باش يحيدوني منه، ما دمت أنا ماشي بالمصداقية، أنا راه ما كيخوفني هذه المسائل ديالكم. الامتحانات ديال لي باساج دو كراد هنا في المغرب هي مجانية، وزيد على ذلك واللي بغاها دولية يدفع الطلب ديالو لينا باش نستدعو خبير دولي، او يكون الامتحان ديالو عبر زوم. لان اي شهاده اللي اديت عليها مبلغ مالي وما دوزتي بها امتحان هي لاغيه ولا قيمه لها وغير معترف بها. والهيئه الوحيده الممثله لرياضه الكاجو كينفو بالمغرب هي الجامعه الملكيه المغربيه للكاجو كينفو الاساليب المشابهه، وعلى الهيئات الأخرى. وأقول لهم بالذكر ونسميهم: اللجنة الوطنية للكاجو كينفو اللي أنا هو الرئيس ديالها، اللجنة الوطنية للكاجو كينفو غوجوريو، واللجنة الوطنية لهانطا وكاجو كينفو، يمنعوا منعا كليا منح شواهد بدون ممثل من الاتحاد العالمي للكاجو كينفو. كما أن إذا طلبتوا لأي ممارس مبالغ مالية وما يدوز امتحان، فهذه الامتحانات تعتبر لاغية وغير مقبولة من طرفنا. كنعاود نكررها الإخوان اللي كيتواصلوا معايا واللي بغى يدوزوا الباساج كراد، راه القانون قلتوا اولا تكون منضوي تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للكاجو كينفو الاساليب المشابهة، تكون خلص التأمين احنا حاسبين لك غير 30 درهم، ماشي ديك 100 درهم و200 درهم اللي كنشوفوا بعض العناصر اللي كيتاجروا بهذا الشيء. كدوزنا كتعطينا الفيش انتروبروميتريك ديالك والملف التقني ديال الجمعيه، ونحن ما علينا الا نشوفوا النظر في هذه المسائل، ولا بغيتوا حتى تستدعونا نحضروا نحن ما عندنا حتى شي مشكل. كان معكم البروفيسور دريس العماري، عضو الاتحاد العالمي للكاجو كينفو وممثله بالمملكه المغربيه الشريفه، الحزام الاسود الدرجه الثامنه، حفظ الله هذا الوطن ملكا وشعبا من البغاث الى اقصى جنوب المملكه المغربيه.